لكم شفتوا الفيديوهات ديال داك القاضي وبنتو الفلسطينيين اللي كيسبونا وكيعيرونا في قاع دارنا. وسبحان الله اختي حنا المغاربه خيرنا ذكر مثله كاين فر دمنا حلو الله يحط دار السلامه. انا غادي نجاوبك جوج كلمات يا الشيطان على حبابك لانك ورباك هو اللي دابا كيدافع عليك ورباك وعرف يربيك لان 16 عام هو مخليك يعني انت كنتي محتاج لذاك يلاه مزيوده زادوا خلاك ورباك الرجال الحرين كون علموك احترام احترام الشعوب واحترام الثقافات واحترام الدوله اللي كليتي خبزه ثم من نوع انتم اصلا الفلسطينيين نقول انجيكم نيشان لان المغاربه ديالنا طبالين بزاف كيبقاو يطبلوا البراني المصريين الفلسطينيين وباش كتبقاي تعاودي لهم شي حاجه اللي عشتيها وشتيها بعينك كيبداو يتجابهوا معاك كانوا حلوه مع ولاد بلادنا وسركم انا بعدا الله يعطيكم بعد ما كاين شي مغاربه الله يعطي لهم الدل من عندي قسما بالله وتحيه كبيره للسي بوريط على هذا القرار قسما بالله اللي خدات شي قرض ولا شي حد في تعيش معاه حنا فيما شايط شي واحد على حبابه وجايبه والشيطان على حبابك كتجي وتمجي مسكنه فاتحه لي قناه باش تبقى تعيش تبقى تاكل وتشرب وانت يا اختي الا كانت فلسطين احسن من المغرب اذا انت كتاكدي على الناس اللي مشاو انا كنعرفهم قسما بالله وانا صايمه الناس اللي مشاو شخصيه لفلسطين قال لك داكشي اللي كتشوفوا في الاعلام كله بروباغندا ما كاين حتى حاجه منه عايشين سمن على عسل كيدخلوا يخدموا عندهم واكلين شاربين بيع لهم ارضهم مزوجين منهم يعني فعلا داكشي اللي انا اللي سمعت حقيقي والناس ميريكان والناس في بريطانيا عارفين الفلسطينيين مزيان اش كيسواو والله ما كيهتموا ببلادهم قسما بالله ما كيهتموا ببلادهم وانت اختي الا ما عجبكش المغرب خرجي تقاودي حنا ما جايبينش لك بقره عوده عريانه ولا ما عاد كيقولوا لها باش تجي تعيشي عندنا الباب الحباب حنا اللي كتعايروا في المهاجرين المهاجرين راه حنايا عايشين بكرامتنا هنايا ماشي باللجوء السياسي ولا باللجوء الانساني وعايشين بكرامتنا وخدامين بذراعنا ودايرين تكافؤ اجتماعي في بلادنا والنفس وكنحترموا الدوله اللي حنا عايشين فيها وعمرنا ما كرنا خيرها فهمتي او اصلا حنا المهاجرين الا خدمنا في شي بلاد خير البلاد اللي كنخدموا فيها كله كنهزوا كنديو بلادنا ماشي بحالكم انتم خاصكم عا ما تسرقوا ياسين عرفت راه سرق كاع فلوس العرب وداها لفرنسا راه عايشه مراته وبنتها به بنته بها وهاد المسؤولين دابا اللي عندكم اللي على الدوله الفلسطين راه شفار على خوه العرب راه كيحيدوا اختي الشعوب ديالهم كيحيدوها من راسهم باش كيعاونوكم انا شتي من كثر ما شتهم هنا في الخارج شتي اللي كيعرف صراحه الغربه كتعلمك بزاف د الحوايج كتوريك كل جنس اش كيسوى شتي انا كاع الكنوس عاشرتهم قسما بالله يا ما كيحملوناش واحد اليوم هنا في زورهم انجيكم نيشان وانا صايمه قسما بالله وانا صايمه الشعب الوحيد اللي كيحترمنا كيسمع المغاربه كيحترمنا كشعب كملك هما السنغال السنغال السنغاليين كيموتوا على شي حاجه سميتها المغاربه انا ماشي بحالكم يا نكاري الخير ولا ما عجبكش اختي الباب الحباب المغاربه تبعوا هذاك بونيف وداك الدراجي وداك بن قنا قلبوا لهم على الاصل ديالهم ومنين ها هما جبدوا لهم الاصل ديالهم وهما تيبان لك هانتوما بونيف ولد حركي جدو كان تحت الاستعمار الفرنسي كاين داخل في الجيش الفرنسي وكان تيحارب مع الجيش الفرنسي وهانتوما التاريخ ديال الوفاة ديالو كيفاش تفى تتوفى سميتو محمد بن امزيان بونيف فهمنا هذا الجد ديالو فتوفى على سن ديال 34 سنة المغاربة دينا معاهم يزينا راه يجبدوا لك الماضي ديالك ويجبدوا لك يقلبوا المهم الحمد لله حتى حاجة ما كتخبى ندوزو لسي الدراجي ها الجد ديال سي الدراجي هو قال لك مور بوغ لا فرونس تا جدو تا هو جد ديال الدراجي سميتو العياشي تا هو توفى بوغ لا فرونس من أجل فرنسا هو تقريبا كل شيء المسائل ديالو امتى توفى وامتى امتى تزاد والحروب اللي خاد في الجزائر وتحارب حتى في تونس وتحارب حتى في المغرب يعني حيت كانوا تيدخلوهم جهه فاش يكون شي حرب بين المغرب وفرنسا تيدخلوهم يتحاربوا معنا ولاد الاخ ها هو دابا جدو كان تيتحارب معنا ها هو حتى هو تيتحارب معنا لا حول ولا قوه الا بالله ندوزو لمدام بن قنا الجد ديالها هو محمد بن الشيخ بن محمد بن قنا هو قال لك تاهو مور بوغ لا فرونس لو 1/8/1918 باتنا اكس ديبارتمون دو كونستانتين في السبيطار ديال الجزائر قال لك تزاد في 1925 كذا 1900 مسيلة اكس ديبارتمون دو كونستانتين المهم توفى على 17 عام من بعد ما خلى ولد او لما بجوج وليدات اللي كان خلى عرفتوا دابا في القديم كانوا تيتزوجوا شويه بكري
فخلى ولاد خلى ولادو ولادو ودن ولادو ولادو تاني ولدو لينا هاد بن قلنا هي دابا تتحارب معنا حنا، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم دابا اتضح بانهم كاملين ولاد الحركي هما. راه شوف راه اي واحد جزائري قلبتي غادي تلقاه في التاريخ ديالو غادي تلقاه بانه راه ولد الحركي ولد كذا ولد كذا، ودوك الحركي دابا تقلب عليه جدو تلقاه بانه جدو يا اما فرنسي يا اما عثماني يا اما كنش من الجيش الانكشاري. هادشي باش تعرفوا بان الدم ديال هاد الناس هادو راه ما صافيش، هادشي باش هما تيديروا هاد الحرب معنا حنايا بهاد الخبث وبهاد الوقاحة وبهاد قلة الحياء، لدرجة انه تتحاربوا معاك لاشياء زعما تعرفوا تضيعوا، هما تضيعوا ورغم ذلك ما عندوش هو المشكل يضيع، هو بغا غير يضيعك انت فهمتي، تيحاولوا ما امكن. هذا هو السيستم ديال الجزائر. الجزائر دابا خصها تتقول لك انا وبعدي الطوفان، هي خصها تدي كل شيء ولا ما تدي حتى حاجه، ان شاء الله ما تدي حتى شي حاجه، لان الله سبحانه وتعالى كبير وراه الصحراء الشرقيه غادي ترجع. وهذا المتن كيف تنقولوا بموتن ديال هذا من 1975 اللي كتحاربوا معنا، ودوك الانقلابات اللي دار بوخروبه ضد اللي مول هو القذافي ضد الحسن الثاني، ان شاء الله المتن ديالهم غادي يخرج في هذا اسميتو ان شاء الله بحول الله وقوته. حنا ما بغيناش ولكن ان شاء الله غادي تقسم هذيك الجزائر، لان راه ما يمكنش ما خصهاش تبقى دوله، ما حدها باقا دوله مجموعه، ضروري ما هذوك الناس هادو غادي يمشيو يخلقوا لنا من بعد المشاكل هما سواء ولادهم سواء ولاد ولادهم، لان هاد الناس هادو الدم ديالهم والعرق ديالهم ما صافيش وما صافيش. وراه كاينه واحد الواقعه وقعت في ايام العثمانيين، كانوا العثمانيين قالوا لشي وحدين قالوا لهم ودي قالوا لهم ودي راه يعني سلاطين المغاربه ما كديناش عليهم وخصنا شي حل مع هادو، هو يقول لهم واحد من هذوك الحركيين دوك الكراغيله قال لهم ودي انا نجيب لكم نقتل لكم واحد من الامراء او الامير او السلطان ديال المغرب ونجيب لكم الراس ديالو. والمهم مشى قالوا لي يا سيدي الا جبتيه، وما مشى جا دار بحال اللجوء للمغرب، داروا هما شي خمسه ولا ما في 10 داروا بحال اللجوء، عرفوا بان السلطان المغربي ديك الساعه كان معسكر في شي بلاصه، فمشاو عنده ومشاو قربوا من المعسكر وطلبوا اللجوء، قالوا لهم ودي حنا راه هاربين من السلاطين ديال الاسميتو الاتراك ديال العثمانيين، وراه تضاهدونا وداروا لينا وفعلوا لينا وكذا. المهم المغاربه كنعرفوهم بانهم اهل الكرم واهل الخير واهل الشهامه، وضيفوهم قال لهم مرحبا ما كاين حتى شي مشكل دخلوا كذا، عطاوهم خيمه واستضفوهم وكذا. فبطبيعه الحال العسه كاينه في حوالي اسمو حوالي ذاك المعسكر، ولكن داخل المعسكر كاين العسه تكون قليله لانهم داروا لهم تمنوهم. فمشاو هذوك وفاقوا بالليل وعرفوا الخيمه بالضبط فين كاين ذاك السلطان ديال المغرب، ومشاو ودخلوا ليه الخيمه ديالو قتلوه وقطعوا ليه راسو داروه في خنشه وداوه وسلتو من المعسكر وسلتو هربوا تدخلوا لسميتو لهذاك وداو لهذاك سميتو السلطان وداو لهذوك العثمانيين داو لذاك هذاك ديالهم ديال العثمانيين. باش تعرفوا هاد الناس هادو والله العظيم ما عندهم لا امان ولا حتى شي حاجه. حتى هادو اللي كاينين في المغرب راني غندير واحد الفيديو على هاد الجزائريين اللي كاينين هنا في المغرب، راه ليس لهم امان. انا تنقولها لكم وتنعاود نقولها لكم، انا صراحه ما عمرني غنصاحب مع شي جزائري ولا غادي نامن لشي جزائري كيف ما بغى يكون، باش تكونوا فاهمين من هنا. هاد الناس هادو راه لا امان لهم من عبر التاريخ، لان الاصل ديالهم والدم ديالهم ما صافيش. يلا شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.